الحمد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام الحديث الثالث من باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم من كتاب الكافي الشريف عن سدير قال كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداوود ابن كثير في مجلس أبي عبد الله عليه السلام إذ خرج إلينا وهو مغضب فلما أخذ مجلسه قال يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي قال سدير فلما أن قام من مجلسه وصار في منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنا له جعلنا فداك سمعناك وانت تقول كذا وكذا في امر جاريتك ونحن نعلم انك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك الى علم الغيب قال فقال يا سدير الم تقرا القران قلت بلى قال فهل وجدت فيما قرات من كتاب الله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قلت جعلت فداك جعلت فداك قد قرأته، قال فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قلت أخبرني به، قال: قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر، فما يكون ذلك من علم الكتاب؟ قال قلت جعلت فداك ما أقل هذا قال يا سدير ما أكثر هذا أن ينسبه الله أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل أيضا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قلت قد قرأته جعلت فداك قال: أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت: لا بل من عنده علم الكتاب كله. قال: فأومأ بيده إلى صدره وقال: علم الكتاب والله كله عندنا علم الكتاب والله كله عندنا. حول علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام وعلم الغيب بحوث كثيرة، وقد أشرنا إلى بعض هذه البحوث فيما مضى، ولكن بالمقدار الذي يرتبط بهذا الحديث الشريف من كتاب الكافي، نذكر بعض تلك البحوث. البحث الأول هو أن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يظهر بعض مخلوقاته على بعض من علم الغيب فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك فالعجز ليس من صفات الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يخبر انبياءه او ان يلهم اوصياءهم ب ما يشاء من الأمور الغائبة عن حواسهم، قادر على ذلك. ولذلك في سورة الجن يقول الله سبحانه وتعالى: "فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول". فالأنبياء الله سبحانه وتعالى يعلمهم من علم الغيب بالمقدار الذي يشاء. ولذا نجد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أخبرنا بكثير من الأمور المغيبة وقد دون المسلمون بعضا من تلك الأخبار في كتبهم الرسول صلى الله عليه وآله له إخبارات عن المستقبل له إخبارات عن السماء له إخبارات عن الأرض له إخبارات عن القيامة له اخبارات عن احوال الناس في المستقبل، وهكذا، وهذا لا ينكره احد بان الله سبحانه وتعالى علمه مما يشاء. في يوم من الايام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام خطب في مسجد الكوفه، واخبر ببعض الامور المغيبه. فقام احد من الناس وقال: لقد اوتيت علم الغيب يا امير المؤمنين. فقال انه ليس بعلم الغيب، وإنما هو تعلم من ذي علم، يعني أمير المؤمنين أخذ ما أخبره ما أخبر به عن رسول الله صلى الله عليه واله، ورسول الله صلى الله عليه واله أخبر أخبره بتلك المغيبات جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى أو أوحى إليه الله سبحانه وتعالى مباشرة. اذا فالرسول بنفسه وبذاته لا يعلم الغيب ليس علم الغيب فقط وانما جميع الامور ليس لرسول الله ولا لاي مخلوق فيها استقلال بالذات قد ذكرنا فيما مضى بعض الامثله فلا باس ان نذكرها ايضا ل ارتباطها بهذا الحديث الشريف. يعني نحن الآن كل ما عندنا انما هو من الله سبحانه وتعالى. يعني الآن أنا أحرك يدي. حركت يدي، هل القدرة التي بتلك القدرة تمكنت من تحريك اليد؟ هذه القدرة أنا منحتها لنفسي. أنا مستقل فيها. كلا. لا يقول ذلك مسلم. وانما نقول ان الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل علينا ومنحنا قدره بمقدار محدود حسب المصلحه لذا نقول بحول الله وقوته اقوم واقعد الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطانا كل شيء واعطانا الاختيار وجعلنا مختارين وهذا هو معنى الامر بين الامرين الذي مر مفصلا في باب التوحيد. فمن زعم ان القدره التي له هي بالاستقلال فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا غلو في هذا الانسان. فرقنا نحن المسلمين عن النصارى في اي شيء من الفروق. النصارى يقولون ان عيسى أحياء الأموات ونحن نقول بذلك. يقولون إن عيسى أخبر ببعض المغيبات ونحن نقول بذلك. يقولون إن عيسى عليه السلام أبرأ الأكمه والابرص ونحن نقول بذلك. إنما الفرق أننا نقول إنها هذه المعاجز كانت بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا في القرآن حينما يذكر معارز عيسى دائماً يضيف إليها بإذن الله بإذن الله بإذن الله فالله سبحانه وتعالى شاء أن يعطي هذه القدرة لعيسى النصارى ماذا يقولون يغلون في عيسى يقولون أن عيسى هو الله أو هو ابن الله فهذه القدرة من نفسه لا القدره التي منحها اليه الرب سبحانه وتعالى فلذلك كان كلامنا ايمانا وكلامهم كفرا اذا واحد يجب بالنسبه للأئمة عليهم الصلاه والسلام والرسول صلى الله عليه واله يقول ان الله سبحانه وتعالى اخبر رسوله بما كان وما يكون وما هو كائن واظهره على ما يشاء من الغيب الله سبحانه وتعالى اخبره بذلك وياتي بالدليل من القران او من الروايات المعتبره هذا كلامه عين الايمان اما اذا واحد يجي يقول لا الائمه بالاستقلال يعلمون او يقول والعياذ بالله الائمه بالاستقلال لهم القدره فهذا هو الغلو وهذا هو الذي يوجب الكفر الغلاة الذين غلوا في امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام لماذا غلوا لنفس السبب الذي غلا التي الذي غلت في النصارى في عيسى عليه السلام لان الله سبحانه وتعالى شاء ان يكرم عبده عليا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بالكرامات والمعجزات مثل معجزة رد الشمس، الشمس كادت ان تغيب وامير المؤمنين لم يكن قد صلى العصر، لم تغب كادت ان تغيب، فاشار اليها فرجعت الى كبد السماء وصلى صلاة العصر، ثم اشار اليها فرجعت الى مكانها وبعد قليل غربت. زين الناس راوا هذه المعجزه او امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام راى جمجمه في طريقه الى صفين وكانت جمجمه وكانت جمجمه كسرى فكلم تلك الجمجمه فكلمته البعض راوا هذه الحاله ما تحملوا فغلوا في امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام مع انه نهاهم وعاقبهم. اما المؤمن الحاق حينما يرى هذه المعاجز يقول انها كرامة من الله سبحانه وتعالى لعبده امير المؤمنين. كما اننا حينما سمعنا بمعاجز عيسى عليه الصلاه والسلام نقول بانها كرامة من الله سبحانه وتعالى على نبيه عيسى عليه الصلاه والسلام. فاذا المعصومون من الانبياء واوصيائهم لا يعلمون الغيب بذاتهم وانما يعلمونه بتعليم من الله سبحانه وتعالى بوحي او بالهام او بتحديث زين هذا اذا اتضح نجي للحديث الشريف بعض الناس كانوا يغلون في الائمه ويسببون مشاكل للائمه. لماذا؟ لان كلامهم كان ينتشر وبعض هؤلاء الغلاة كانوا يضعون الاحاديث وينسبون كلاما باطلا الى الائمه انفسهم. يعني مثل ما كثرت الكذابه او الكذابه على رسول الله صلى الله عليه واله كذلك كثرت الكذابه او الكذابه على الائمه عليهم الصلاه والسلام. فكانوا ينسبون إليهم بعض هذه الأمور ويعتقدون بها. لأن يعني الكلام ينتشر هذا يؤثر سلبا على الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذا من جهة، من جهة ثانية بعض الناس أيضا من ضعاف الإيمان قد كانوا يتأثرون بهذه الكلمات. لذا الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يحاربون الغلو بشدة. من جملة في هذا الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام خرج من منزله وهو مغضب السليش كان مغضب إما غضبه على الغلاة أو غضبه على الجارية ثم قال في مجلس عام ومجلس الإمام الصادق كان يحضره الشيعة وغير الشيعة مختلف الناس فقال يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب نعلم الغيب بأنفسنا هكذا يقول الغلاة ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل ثم الإمام يذكر مثال عند جارية خادمة في المنزل هذه استحقت العقوبة، الإمام همّ بضربها، مو أنه ضربها، همّ بضربها، كالتهديد مثلاً، أحياناً الإنسان يريد التهديد لأجل أنه مثلاً هذا الشخص المأمور لكي يقوم بعمله بأحسن وجه، زين يقول هذه الجارية حربت في داخل البيت في زاوية من زوايا البيت اختفت الإمام يقول فما علمت في أي بيوت الدار هي لأنها اختفت غابت عن الحواس فالعلم بمكانها يحتاج إلى علم الغيب أنا يعني بذاتي ليس لي علم الغيب فلم أعلم بذاتي أن هذه الجارية أين هي تقع وهذا لا ينافي أن يعلم الإمام عليه الصلاة والسلام بطريقة غيبية مكان وجودها الإمام دي ينفي عن نفس علم الغيب وهذا لا ينافي أن يعلم الإمام مكانها بتعليم من الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن بتعليم من الله سبحانه وتعالى زين الائمه كما ذكرنا فيما مضى وحتى الرسول صلى الله عليه واله مأمورون بالعمل بعلمهم الظاهري وليسوا مأمورين بالعمل بالعلم غير الطبيعي العلم الذي حصل لهم من اسباب غير طبيعيه ومامورون بذلك، يعني الرسول صلى الله عليه واله يقول: انما اقضي بينكم بالايمان والبينات. عندما الناس يتنازعون وياتون الى رسول الله صلى الله عليه واله ليحكم بينهم. الرسول مو مامور بان يعلم يعمل بعلمه الواقعي الذي علمه الله سبحانه وتعالى ذلك العلم من اسباب غير طبيعيه، بل من اسباب غيبيه. لا الرسول صلى الله عليه واله يحكم حسب الميزان الذي جعله الله سبحانه وتعالى. الميزان شنو هو؟ البينة على المدعي واليمين على من انكر، لان الرسول صلى الله عليه واله اسوة اذا كان الرسول يريد في كل الاشياء يعمل بعلم الغيب الذي علمه الله سبحانه وتعالى ويعلم بالقدرة التي منحها الله اياه بالاعجاز كان يخرج عن كونه أسوة هذا بحث آخر بين قوسين نذكره بشكل مختصر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء بشرا ليقتدى بهم ولو جعلناهم ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون الملك لا يمكن أن يقتدى به لأن الملك لا يحتاج إلى طعام ولا يحتاج إلى شراب لا يحتاج إلى زواج لا تعرضه الحالات البشرية من مرض وسقم وما إلى ذلك لا يمكن الاقتداء به الله سبحانه وتعالى اختار الأنبياء وأوصياءهم من البشر لكي يكون أعمالهم مقتدات لسائر الناس تشوف رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أكل كيف شرف كيف تزوج كيف تعامل مع زوجاته تعامل مع أولاده تعامل مع الناس كيف فعل في صحته كيف صنع في مرضه لتقتدي به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة زين إذا الرسول صلى الله عليه وآله كل أعماله بالقدرة الإعجازية كل اعماله بما يعلمه من بتعليم الله سبحانه وتعالى من الطرق غير الطبيعيه، ما تقدر تقتدي به. لكن حينما ترى ان رسول الله اعماله طبيعيه، انت تقدر تقتدي به. صحيح هو معصوم لكن اعماله ليست خارجه عن قدرتنا، يعني الرسول يصوم احنا بنقدر نصوم، الرسول يصلي نحن نتمكن من الصلاه. الرسول يتعامل مع اهله بلطف نحن نتمكن من ان نتعامل مع اهلنا بلطف. الرسول في حالة المرض يصنع اعمال، نحن نتمكن من صنع تلك الاعمال، لذلك كان اسوة. زين، فلذلك الرسول اسوة في قضائه، زين اذا في كل قضية زين بالوحي يشخص المحق من المبطل ثم يحكم بصالح المحق. زين، لا يتمكن احد من الاقتداء به، لانه احنا ليس لنا تعليم من الله سبحانه وتعالى بالطرق غير الطبيعية. فالرسول يعمل حسب الموازين الطبيعية. من جملة انه في القضاء يعمل حسب الايمان والبينات، صحيح الرسول يتمكن من ان يعمل بعلمه الواقعي وفي مرات نادرة فعل ذلك، لكن بشكل عام اسلوبه اقضي بينكم بالايمان والبينات. عندك شاهد انت المدعي فالحق لك. ما عندك شاهد المنكر يحلف فالحق له. وهكذا في سائر التصرفات اذا واحد ياتي ويكذب على رسول الله صلى الله عليه واله حتى الرسول هم يدري هو هذا يكذب لكنه لا يظهر بانه يعلم بكذبه حتى انه بعض المنافقين قالوا انه اذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فاذا في حياته الطبيعيه الرسول صلى الله عليه واله يتعامل بعلمه العادي لا بعلمه الذي اكتسبه من الطرق غير الطبيعيه. في يتعامل بقدرته العاديه لا بالقدره التي الله سبحانه وتعالى منحها اياه عن طريق الاعجاز. كذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام هنا الإمام الصادق يقول فما علمت في أي بيوت الدار هي يعني بالعلم الطبيعي لأنه اختفت في مكان الحواس لم تتمكن من التوصل إلى مكانها لا بالنظر ولا بالسماع سماع صوتها مثلا وهذا لا ينافي أن يكون الإمام بطريق إعجازي غيبي يعلم بمكانها لكن لا يستعمل هذا العلم هناك شبهه البعض يقول ان مثلا الامام او الرسول كيف يعلم بان هذا الطعام مسموم ومع ذلك ياكله اليس هذا القاء النفس في التهلكه الجواب اذا كان بامر من الله سبحانه وتعالى لا ليس القاء النفس في التهلكه مثل المجاهد المجاهد يعلم بانه في ساحه القتال اذا صمد ولم يهرب من ساحة القتال سيقتل. زين هو يعلم بأنه سيقتل في الجهاد. لا يجوز له أن يفر من الزحف إلى أن يقتل. هذا إلقاء النفس في التهلكة كلا، لأن الله أمره بأن يصمد إلى أن يقتل. زين، الرسول يعلم بأن هذه الشاة مسمومة بعلم الغيب مو بعلم طبيعي. الله سبحانه وتعالى يأمره بأن لا يعمل بعلمه. وإنما يتعامل تعاملا طبيعيا. فإذا يأكل من ذلك الطعام لأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن لا يعمل بعلمه غير الطبيعي. وهكذا في كثير من القضايا، فإذا الإمام بنفسه لم يكن يعلم بمكانها، لكن بتعليم من الله سبحانه وتعالى يعلم مكانها ويعلم سائر الجزئيات. الإمام إنما قال هذا الكلام ليرد على الغلاة أولا، وليبرئ نفسه من غلو هؤلاء الغلاة، وأيضا الجواسيس، والذين هم مرتبطين مرتبطون بالسلطة الغاشمة، هؤلاء أيضا حينما يكتبون تقريرهم تقاريرهم لا يكتبون كتابة تضر الإمام عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك الإمام دخل في الدار خلص الأصحاب التحقوا بالإمام سئلوا عن هذه القضية لأنهم يعلمون أن الإمام له علم كثير فكيف يقول هذا الكلام؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر آيتين من القرآن الكريم حتى يبين لهم مدى علم الإمام الآية الأولى في آصف وصي سليمان عليهما الصلاة والسلام آصف بن برخيا كان له علم من الكتاب بهذا العلم تمكن من ان يحضر عرش بلقيس من سبأ في اليمن الى فلسطين الاف الكيلومترات في لحظه واحده قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يعني قبل أن يرجع إليك نظرك. الإنسان ينظر إلى شيء ثم ينظر إلى شيء ثاني ثم يرجع نظره إلى الشيء الأول. أو البعض يقول المراد هو تغميض العين، الجفن، أقل من عشر الثانية. يعني في لحظة واحدة رآه مستقرًا عنده، وعنده علمٌ من الكتاب. في آية أخرى زين هذا علم من الكتاب أي مقدار؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: مثل قطرة ماء في البحر الأخضر، البحر الأخضر يعني البحر المحيط بالكرة الأرضية، الأوقيانوس، إنما سمي أخضر لأن العرب تسمي الأسود أخضر، تسمي اللون الأزرق أيضاً أخضر، هذا موجود. ما أظلت الخضراء السماء الرسول يقول ما أظلت الخضراء يقال السماء خضراء مع أن لونها أزرق مثلا العراق يسمى أرض السواد مع أنه أرض وهو أرض الخضار باعتبار الأشجار والأعشاب التي فيه لكن يسمى الأخضر يسمى أسود والأسود يسمى أخضر وهكذا زين قطرة ماء من البحر المحيط هذا شيء قليل سدير قال نعم قليل، الامام قال مو قليل لا هذه القطره فيها علوم كثيره زين اما حينما يصل الامر الى الامام ماذا تقول الايه في سوره الرعد؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بالنسبة إلى آصف يقول علم من الكتاب من تبعيضيه كقطرة ماء من المحيط. بالنسبة إلى الإمام يقول علم الكتاب، يعني يعلم جميع الكتاب، ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يشير إلى صدره، يقول علم الكتاب ها هنا. فالإمام يريد يقول إذا قلت بأني لا أعلم مكان الجارية هذا مو معنى أنه ليس لي علم لا علم الكتاب في صدري لكن كله بتعليم من الله سبحانه وتعالى تعلمه من آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول تعلمه عن الله سبحانه وتعالى فإذا الأنبياء والأوصياء ليس بذاتهم لهم أي شيء وإنما كل ما عندهم انما هو بفضل من الله سبحانه وتعالى. عصمتهم بفضل من الله سبحانه وتعالى، علمهم بفضل من الله سبحانه وتعالى. يعلمون المغيبات بتعليم من الله سبحانه وتعالى. يقدرون على المعجزات بإقدار من الله سبحانه وتعالى، فكل شيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وهذا معنى عبوديتهم الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفتهم واتباع أمرهم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين